السلام عليكم متابعينا الأعزاء، سنقدم لكم اليوم موعد شهر رمضان لعام 2024 في كل الدول العربية، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر معكم بنشر المزيد إن شاء الله. كشفت الحسابات الفلكية التي أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان لعام 2024، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان عام 2024 فلكيا ستكون يوم الاثنين 11 مارس عام 2024، وعدد أيامه ستكون 30 يوما، وشهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي شهر رمضان بعد شهر شعبان ويتبعه شهر شوال، وقد فضلها الله تعالى على باقي أشهر السنة لأنه أحد أركان الإسلام، كما أن صيامه فرض على كل مسلم. وأخيرا لا تنسى أخي العزيز أن ترسل الفيديو إلى كل أصدقائك وأحبابك، والدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.